السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب وصبايا رجعنا فيديو جديد حلقة جديدة عن محاط المزرعة 22. طبعا أنا سجلت الفيديو كنت مفكر أنه أعمل لكم إياه بس فيديو واحد وهيك وظبط لكم إياه بس ولكن شفته جدا طويل فقررت إني أسوي لكم إياه سريع وبنفس الوقت تستمتعوا أكثر وشو يعني بكون هيك أجمل أنا شايفه وبنفس الوقت لأنه جدا طويل فالتحدى قصص لكم منه وش قد بده يضل منه فقلت خليكم تشوفوا كامل فلذلك مشاهدة ممتعة. ملخص الفيديو اللي أنا عملته فيه اللي هو عملنا أخذنا عقد وبعدين نطلع العقد لازم نحمل المحصول مو مثل العادة نفضي بمكان بدنا نحمله بالقطار ونوديه. طبعا جزء من الأخير من شلون حملته بالقطار حملته بالقطار بس شلون ودين المكان ما رح تشوفوها بس إن شاء الله بالفيديوهات القادمة رح أشرح لكم عنها. مشاهدة ممتعة لنا الفيديو ما تنسونا من اللايك والتعليق تحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدة ممتعة. Underwater.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.